برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة يعني مشرفني في الاستوديو واحد من أكتر اللعيبة اللي معلمة مع جمهور النادي الأهلي. يمكن اتظلم في الوقت اللي لعب فيه في النادي الأهلي أنه كان فيه لعيبة تانية كبيرة، كابتن أبو تريكة منهم مثلا، نفس المركز مركز صانع الألعاب، ولكن الحقيقة كان ليه برضو إنجازات مع النادي الأهلي وكسب 2 دوري وأفريقيا وسوبر محلي، وكمان هو هيزود لي بنفسه وسوبر أفريقي كمان. والحقيقة أنه جماهير النادي الأهلي لحد النهاردة فاكرينه كويس قوي، وفي علاقة كده بتربطهم ببعض. معايا كابتن محمود سمير الحريف، منورني يا كابتن. اهلا بيكي وسعيد انا متواجد معاكي. ده بيتك يا كابتن، الحقيقه انت مشرفنا ومنورنا، وهنتكلم عن كلام كتير قوي، بس خليني ابدا برضو يا كابتن مع بدايتك في كره القدم، وانه مين اللي اكتشف موهبه كابتن محمود سمير؟ هو طبعا في البدايه بهني الاول جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس اداره على بطوله الدوري 42، وده الطبيعي للنادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. بدايتي طبعا انا من نادي الترسانه، ومن وانا عن 8 سنين لعبت لحد حوالي 24 سنه، وعصرت مدربين كتير بقى هم اللي طلعوا محمود سمير في نادي الترسانه. يعني كان حلم اللعب للنادي الاهلي طبعا يا كابتن. اكيد طبعا، ولما بتيجي رغبه اللعيب لما بيجي يختار ما بين ناديين كبار، فساعات طبعا كان طموحي ان انا اكون متواجد في نادي الاهلي. وجه الانضمام ازاي بقى؟ يعني متهيألي كان في عرضين يا كابتن وقتها، الزمالك برضو كان بالزبط. عارض على حضرتك؟ بالظبط، وبس هو اللي حسم الامور كان طبعا باشمهندس حسن فريد. كان رئيس نادي الترسانه في الفتره دي، اللي انا بكني له كل احترام وبسلم عليه وبحييه من خلال برنامج حضرتك. كان مع الكابتن حسن حمدي في الحج، والموضوع خلص لما هو رجع من الحج. ساعتها بلغني ان انت ان شاء الله في نادي الاهلي، وان هو وافق ان انا اروح نادي الاهلي. يعني برغم ان كان الزمالك ساعتها عارض مبلغ اكبر يعني، بس انا كنت حابب اكون متواجد في النادي الاهلي. طب يعني الكواليس كانت ازاي؟ المكالمه جت ازاي؟ عرفت ازاي انه في عرض من النادي الاهلي؟ بس هو اللي حصل، انا كنت عايزين نعرف كواليس. انا كنت خارج مره من التمرين، وكان الموبايل في اللوكر وكده، ولقيت الموبايل بيرن، فلقيت رقم غريب، فلقيت حد بيقول لي كابتن حسام بدري معاك. كان كابتن حسام بدري ساعتها مدير الكوره في النادي، وكان هو المدرب العام مع مستر مانويل، وبلغني ان كان في اجتماع لجنه كوره، وان انت ان شاء الله هتكون متواجد معانا في النادي الاهلي. فطبعا كنت فرحان جدا يعني افتكر ان انا خدتها جري من النادي لحد البيت، كنت مبسوط جدا. فوالدتي ساعتها طبعا كانت فرحانه جدا، وكان كل الناس اللي حواليا كانوا مبسوطين جدا ان تم اختيار ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي. طب وحاسس انك حققت مع النادي الاهلي اللي كنت بتتمناه؟ بص، هو ده طبعا اللي مخليني حزين لحد دلوقتي. جمهور النادي الاهلي لما بيجي لعيب النادي الاهلي بينتظر منه حاجات كتير جدا. كان عندي طموح ان انا اثبت نفسي في النادي الاهلي، وان انا اخد فرصه بشكل كبير، ان انا اتقال خليفه ابو تريكه، وان انت تتشبه بنجم كبير زي ابو تريكه. كان نفسي ان انا اعمل حاجه للنادي الاهلي، بس الظروف كانت صعبه. بس مش انا السبب فيها، ولا مستر مانويل كان هو السبب فيها. هي الظروف بشكل عام، كسره النجوم. هنتكلم على الظروف الصعبه، بس عايزه برضو اسالك في حته خليفه ابو تريكه. يمكن اتقال خليفه ابو تريكه في النادي الاهلي وكمان في الترسانه، لانه كنت برضو في الترسانه، ولكن شايف ان اللقب ده اثر عليك سلبيا؟ جدا جدا. طبعا انا الفترات اللي فاتت كلها من ساعه ما بطلت كوره، لما كنت بطلع في اي برنامج كنت طبعا دايما بقول صعب حد يتشبه بنجم كبير، خاصه انت بتتشبه بنجم يعني انا بشوفه من احسن لعيبه على مستوى طبعًا الافريقي طبعًا. مش على مستوى الدوري المصري بس. ابو تريكه نجم كبير جدا، صعب تتشبه بيه. اكيد. او حتى عبد الله السعيد لما جه يشبه ناصر ماهر بعبد الله السعيد او غيرهم. انت بتظلم اللعيب اللي انت بتشبهه بنجم كبير. الجمهور بيستنى منه كتير ان هو يشوف خليفه ابو تريكه هيعمل ايه، او خليفه عبد الله السعيد، او رمضان صبحي، او فبيحط ضغط وبرس جامد على اللعيب. انا بشوف ان كل لعيب ليه ستايل مختلف، ليه نجوميته خاصه. صح. ابو تريكه كان نجم كبير، بركات نجم كبير، متعب نجم كبير. بس كل واحد ليه ستايل خاص ليه. فبتبقى عبء كبير جدا على اللعيب اللي بيتشبه بلعيب، خاصه انت بتلعب في نادي كبير. الجمهور بيستنى منك كتير. أكيد. جدا. طب والظروف بقى الصعبه اللي كنا بنتكلم فيها؟ الظروف الصعبه اللي انا بقول لك انا ماليش سبب فيها، انا مش سبب فيها، او مستر مانو او جهاز فني هو برده مش سبب فيها. هو يعني اللي حصل ساعتها ان كان في كسره نجوم كتير جدا. طريقه اللعب كانت مختلفه عن دلوقتي. كان في مكاني طبعا ابو تريكه، بركات، احمد حسن، كابتن احمد حسن، حسين ياسر محمدي. فبنلعب بطريقه كمان، بنلعب 2 روس حربه وتحتيهم 10، رقم 10 تحت الفرويد. فكان ان انت تكوني متواجده في السكور ده كان اقصى طموح للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. فكنا بنحارب عشان اللي يدخل السكور. فحتى كان مستر مانو ساعتها كان ممكن يصنع
مكان لبركات يلعب باك رايت، كابتن احمد حسن يخش ديفندر عشان يفضي لي او اكون متواجد. فكان حته اللعب كانت قليله، كنت ممكن العب مباراه اربعه لا، تلعبي مباراه اتنين لا. فدي طبعا بالنسبه للعيب بتفرق معاه، الكيرف بتاعه بيقع. لما بتكوني متواجده في مباراه الجماهير كلها مستنيه منك كتير جدا طبعا، فبتاثر على اللعيب طبعا بشكل نفسي. طب فعلا نفسيا بقى الفتره دي كنت بتتعامل معاها ازاي؟ كنت كل صراحه عايز الصراحه يعني هو لا طبعا أصلاً متخيله يعني هي حاجه مش سهله ان انا جيت النادي الاهلي وعايزه اثبت نفسي والجماهير مستنيه مني كتير قوي، وفي نفس الوقت انا مش عارف اخد فرصه ان انا العب عشان الظروف فرضه ده. هو انا طبعا اتظلمت في اول حاجه ان انا اتشبهت بنجم بيزا وتريكا زي ما قلت لك، واتظلمت ان انا الفترات اللي كنت بلعب فيها مثلا كنت اكون كويس، يعني مثلا شاركت في بطوله افريقيا بتاعه القطن الكاميروني، لعبت مباراه اسيك طبعا من الفرق كبيره جدا على المستوى الافريقي، احرزت فيها هدف وكنت ماشي كويس، والخواجه كان بيشد بيا حتى في المؤتمر الصحفي. تفاجئ بعديها مباراه بعديها بثلاث ايام في الدوري بره السكور، فقعدت اربع مباريات بره السكور بعد مباراه افريقيا. طبعا اللعيب بالنسبه له ما بيصدق ان هو يثبت نفسه في مباراه عشان يبدا بلغه الكوره يركب ويلعب ويكمل، فبتفاجئ ان انت بره السكور اصلا. فطبعا اثر عليا بشكل سلبي، وساعتها خدت القرار اتكلمت مع كابتن حسام بدري ان انا كنت حابب ان انا امشي يعني. بس طيب برضو الحته النفسيه كنت بتتعامل معاها ازاي؟ يعني اكيد كنت متاثر، بس اللي هو كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ بصي هو طبعا اللي متواجد في النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك بيبقى طموحه حتى ان هو وصلنا لمرحله ان انت تخشي السكور، ان انا اكون متواجد في السكور. عمر ما في لعيب في نادي الاهلي بيقدر يتهاون في تمرين او في مباريات، لكن انا ساعتها اتعاملت بشكل انا عرفت ووصل لي الفكر ان مستر مانويل لا، وقت ما هيبقى عاوزك هتكون متواجد في مباراه. مش معنى ان انت كويس في التدريبات او في مباراه وديه ان انت لازم تكون متواجد في المباراه الرسميه. فوصل لي الفكر ان لا، وقت ما هيكون محتاجك هو الوقت اللي انت هتلعب فيه، خاصه ان انت فيه في مكانك ناس كتير. بس كان في ضغط كبير عليك اكيد طبعا. وطبعا الجماهير برضو زي ما قلت لك بيبقى مستنيه اي صفقه بتيجي النادي الاهلي ان هو مستني يشوف الصفقه دي هتعمل ايه او هيقدم ايه للنادي الاهلي. ده اللي كان مخليني حزين ان انا كان نفسي اقدم حاجه لجمهور النادي الاهلي.